لوين آخذني أنت؟ هلأ بتشوفي. في شي خبر عن اللابتوب؟ مثل ما قلت، نحن ورا حسان عم نستنى نشوفه ومراقبين الوضع مع متين. عيب نقول هيك، بس نحن عم نشوف الرجال حتى وهو بالتواليت. ومو معقول يشوف متين هنيك كمان، ما هيك؟ برافو يا عبدو، وصوتك حلو كمان، عقبالك. آمين، الله يسمع منك، الله يسهل طريقكم. تعرفوا انتو الاثنين كتير لابقين لبعض، الله يحفظكم. كل هاد كان مشان أخي، وما رح ألمس إيدك الوسخة بالدم مرة تانية، فهمت هالشي؟ عملنا هالفيلم كله كرمالك دكتورة، لعلمك إنه التجاوز عن حياتك عم يكلفني أنا كمان. يلا خدي انت احملي شنطتك. شو بدي احملها عني؟ ماني متوقع انك تتصرف بلباقة اصلا. بنتي؟ بنتي الحبابة، أسطورة، أسطورة. شو عاملة يا بنتي؟ فوتي. نحن لحالنا هون، ما في حدا؟ أنا وأسطورة وهلأ أنتي. فوتي. أنا ما بحب الضجة ولا الفوضى. هون التخت والحمام هنيك. مبروك حياتك وبيتك الجداد. ليش خايفة هيك؟ سامع صوت قلبك لعندي عم يدق. وين الدكتورة الخبيرة؟ وين راحت؟ لا تخافي، ما بعض. لا تلمسني. المكان هون بأمانتك، ما حدا رح يجي أو يطلع أبداً.
الله الله الله، كبرت أصلي وصارت تعمل قهوة طيبة لأبوها كمان. هاتي بنتي لندوق كيف طعمتها. طالعة طيبة. يا سلام، تسلم لي هالإيدين الحلوة. تعي لحدنا البابا يلا. عقبال ما أشرب قهوة بعرسك. أنا ما بدي أتزوج لأنه بدي أضل معك دائما. يا ريت. شو بدنا نساوي؟ بس هاي سنة الحياة يا بنتي. هذا إلي أنا ما أكلت. لا ما في، أنت ما كان لازم تخبيها، كان لازم تأكلها. يلا عطيني هاي. لا هات، عم قلك عطيني الشوكولا. ما عم بكفي يا أولاد. أخي أختي أنا ما بدي حصتي، تقاسموها وكلوها. سمعت؟ هاي الشوكولا إلي لك. تعالي لهون. ما تضحي بحالك مشان الناس التانين، كل حدا بيحارب لنفسه يا بنتي. حتى لو كان أخوك رح يجي يوم وتضحي لنفسك، ورح تكون هاي مهمتك بالحياة الطويلة يا بنتي. اتفقنا يا بابا؟ ايه بابا حبيبي. انت شو عم تعمل هون؟ طلع. انت ليش كل مره هيك بتدخل فيها بالسر بدون ما تدق الباب او تاخذ اذن؟ ليش؟ هذا بيكون بيتي وبدخل وبطلع على كيفي، وانت بدك تتعودي على هالشيء. انت اللي بدك تتعود علي. ليش انا اللي لازم اتعود عليك؟ ليش لحتى اتعود عليك اللي أصلاً أنت بتظن أنك إنسان قابل للاعتياد؟ شوف حالتك، حدا مو طبيعي لدرجة ما فيني أوصفها ولا وصف بيوصفك. الله الله، عن جد؟ طبعاً. طلعت حالك شي مرة بالمراية؟ كل لبسك أسود وكل شي فيك أسود، بيتك أسود، روحك، قلبك، كل شي فيك أسود. تعرف معنى الاحترام؟ أكيد أنت ما بتعرفه. ما في حتى باب واحد لبيتك وحمامك، ومين اللي بدك تحترمه أنت؟ شفتك كيف بتحكي مع أمك وأختك، ما قلت لهم ولا حتى كلمة حلوة ولا كلمة. ما عندك إحساس بالشفقة أو الحب، أنت خلقت هيك. يعني اللي أنت في شي بتحبه مثلا بالحياة؟ واحد بس. حب شي طبعا، أسطورة. حتى هاي غريبة، أنت مو هذا الرجل اللي ممكن يحب كلبة مثلها بثلاث رجلين، وحتى أنت ما بتزعل عليها. كفي. أنت شو مشكلتك هلا؟ أنا مشكلتي إنه ما بدي أعيش معك تحت سقف. بدك تعيشي ولو ما عجبك. لكن ركب لي بواب البيت. الحياة إلي والمتعة كمان إلي، والبيت بيتي وما في قوة بتغير هاد الشي، وأنت كمان، لأنك مرتي رح تعيشي مثل ما بعيش وتتعودي على هالشي وبدون نقاش. إيديل جابت لك هاد، مسكي، غيري لبسك، عنا شغل يلا. سرعة!